السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وسلامة يا رب. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة الليمون بقى المخلل. كل سنة وانتم طيبين. موسم الليمون والليمون رخيص قوي، وهنعمل معانا بطرمان صغير كده، واللي عايز يعمل كتير بقى يعمل، كل واحد براحته. أنا ما باكلش المخلل كتير. معايا كيلو ونص ليمون، أنا جبته ب10 جنيه، والله ب10 جنيه. كيلو ونص الليمون ب10 جنيه، طبعا موسم الليمون فرخيص قوي. معايا ماء سكر، معايا سكر وحبه البرغه، ورق لورو، ومعلقه ملح، معلقتين سكر، وكم ورقه حب ورقه لورو، وكم ومعلقتين حبه البركه. طبعا حبه البركه انتوا عارفين هي مفيده جدا، الورق اللورو برضو مفيد جدا، الحاجات دي مفيده لينا ولصحتنا. بصوا، معلقتين السكر دي بقى بتخلي الليمونه معاكي تقرش لغايه اخر واحده، ما تطراش معاكي الليمونه وما تتهريش منك ولا اي حاجه. الليمون ده بيبقى زي العسل، بيبقى مخلل نظيف. وعاملاه في البيت. معايا الفلفل، بقطمه من تحت كده، من الاخر كده، بقطمه من حته كده، تدخل فيها الميه بالملح عشان يتخلل وما يتهريش معانا. انا بحب ما بفتحوش بسكينه ولا بحاجه، بقطعه من تحت خالص كده، ويفضل معايا الفلفل لغايه اخر واحده زي الفل. معايا كيلو ونص ليمون، عليهم كيلو ونص ميه هغليها، ولازم الميه تغلي، لازم الميه تبقبق كده وتغلي معاكي. بحط بغسل الليمون طبعا قبل ما احطه، لازم اول ما نجيب الليمون ده لازم نغسله كويس. وبحطه بقى اول ما يغلي غلوتين كده، اول ما يغلي غلوتين كده. انا بالنسبه لي الليمون ده عايزاه يقعد معايا من السنه للسنه، عايزاه يقعد معايا من السنه للسنه، فحاول ايه ما يتسلقش مني كتير. لو عايزاه تاكليه بعد شهر، بعد اسبوع، بعد 15 يوم، بعد اللي انت تحبيه، بياخد سوا شويه. لكن انا حطيت له غلوتين بس، عشان الغلو انا مش عايزاه دلوقتي. انا عندي من السنه اللي فاتت بطرمان لسه باكل فيه، فده عايزاه يركن معايا شويه كده، ممكن يقعد لرمضان كمان. باخد الميه من الميه، طبعا هو برد، انا خليته لما برد خالص في الميه بتاعته زي ما هو كده، وما برميش الميه بتاعته. والليمون ما بيمررش، وكل سنه بعمله زي الفل، واللي جربه بطريقتي هيبقى عارف. انا بحط الميه بتاعت الليمون دي خساره اصلا، الميه دي فيها زيوت طياره مفيده، اللي هي زيوت الليمون. طبعا زيت الليمون ده مفيد جدا، فانا اروح ارميه واحط ميه عاديه ليه يعني؟ هو اصلا مفيد جدا. فباخد الميه بتاعته وبخلله في نفس الميه، وبتدوق الليمون، وتحدي بين اي حد ان الليمون ولا مرر وزي الفل لاخر حبايه. وان شاء الله يبقى حلو معاكم وتجربوه. انا عاملاه من السنه اللي فاتت، وان شاء الله تجربوه وهتنبسطوا منه قوي. بتسويه انا خدته بس غلوتين، عشان انا عايزاه يطول معايا، عايزاه يستوي يعني، تاكلي منه قريب. اسلقيه بقى ايه سلقه حلوه كده، يعني بتاع ربع ساعه كده او نص ساعه، ربع ساعه، ربع ساعه. لو نص ساعه ده يتهري قوي، وانا مش عايزاه يتهري قوي. هو الليمون اصلا لما يبقى ماسك نفسه كده بيبقى طعمه حلو، وبقى مستوي وزي الفل، ولا فيه مراره ولا فيه اي حاجه. بعبي بقى، بحطيت ورق اللورو، وحطيت السكر، وحطيت حبه البركه، وحطيت معلقه كزبره ناعمه. انا ما عنديش كزبره حبوب، اللي عنده حب يحط حب. بحط بقى شويه ليمون، واحط الفلفل. الفلفل بحطه في القعر شويه، وفي النص شويه، والباقي على الوش، عشان كله يبقى. اللي مش عايز فلفل كتير يا اولاد، ما بيحبش الحاجه مشطشطه، يقلل شويه، يقللها شويه. وهنعبي الليمون كله. الكيلو ونص ليمون بياخد كيلو رطل ونص ميه، بياخد رطل ونص ميه. حطيت الميه اهو وخلصت. هجيب بقى 3 معالق تاني، عشان كل رطل عليه 3 معالق ملح رشيدي، ما بحطش ملح ناعم. ملح الرشيدي بيحافظ على الحاجه ومفيد جدا. ملح الرشيدي ده افيد من الملح العادي ده، لا عليه اضافات ولا بتاع، ده هو طبيعي جاي كده ما شاء الله عليه. بصي، بتقلبيه كويس كده زي ما انت شايفه في ميه الليمون اللي سلقنا فيها الليمون. طبعا انا ما بلاقيش حد على اليوتيوب بيعمل الحركه دي خالص، بس والله حلو جدا وجميل، وفي الفايده كلها
في الميه اللي فيها ميه الليمون المسلوق دي، كل زيوت الطياره بتاعت الليمون. تاكلي ليمون ما يعملكيش لا مغص ولا يوجع لك بطنك ولا يعمل لك حرقان ولا اي حاجه خالص. ميه مفيده، نروح نكبها ونجيب ميه تانية نحطها. وبعدين انا مجرباه لا مرر ولا اي حاجه. بصي بقى انا حطيت كل الليمون والفلفل اهو، هبدا بقى على الوش كده احط الفلفل اللي باقي كله على الوش. كم واحده معايا هم بحاول احطهم عشان يتخللوا بالمره، والفلفل بتاعها بيبقى طعمه روعه روعه والله. انا عندي الليمون بتاع السنه اللي فاتت والله باكل منه جميل جميل جميل. احاول ادخلهم كلهم علشان اقفل البطرمان ما يدخلوش بقى هوا، مش بفتح عليه غير وقت ما نكون هنبدا ناكل فيه. والليمون ده بقى بيقعد بقى من السنه للسنه ما يجرالوش جنس حاجه. خلصت خلاص، هحط بقى معلقتين هريسه، عندي بطرمان الهريسه اهو، هجيب معلقتين هريسه وهحط له معلقتين هريسه على الوش. ولما ايه بقلبه برج البطرمان بينزل الهريسه كلها عليه وبيبقى لون الميه بتاعته لونها احمر. بصي احط 3 4 معالق كده اهوت هريسه على الوش كده، حطيت 3 4 معالق هريسه، احاول انزلها عشان تنزل على الميه كلها. الميه بتبقى لونها احمر، حاجه بصراحه تفتح النفس، نظافه وتخليل بطريقه بتاعت زمان. الناس اجدادنا بقى وامهاتنا الله يرحمهم كانوا يخللوا الحاجه تلاقيها تحفه. معايا شويه ملح كانوا فايدين، معلقه ملح كده مش هرميها، احطها مش هتجرى اي حاجه، احطها على الوش عشان الوش بتاعها ما يجرالوش حاجه. بقفل البطرمان بتاعي واحطه في مكان رطب كده الجو فيه يكون طراوه ما يكونش حر، يعني بلاش نحطه في المطبخ عشان ما ينهريش معانا، نخليه مثلا في مكان يكون ايه فيه هوا شويه. خلص معايا المخلل، ما خدش 5 دقايق وهتخلي لي احلى ليمون. اللي خلل معايا السنه اللي فاتت وشاف طريقتي وعمل بيها ان شاء الله يقولوا لكم بقى على الطريقه، تحفه تحفه تحفه. ليمون ملوش حل. الف هنا والشفا، متنسونيش بقى في اللايكات واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك كتير عشان كل الناس تستفيد من الفيديو. وكل سنه وانتم طيبين، موسم الليمون وموسم الزيتون، ومع السلامه، باي باي.